اوكي اهلا وسهلا. نحن بسالتيز جريل بتورونتو, اكل لبناني, فاهيتا, تشيكن سب, برجرز, كله فريش على الجريل. نحن اكثر شيء مشهورين برجرز وسبس. الاجانب بحبوا البرجر, سالتيز برجر نمبر 1, اللبناني اكثر شيء لبنانيز برجر وسبس, فاهيتا, تشيكن سب, كريسبي سكالوب. كل هدول السندوتشات موجودين هون بسالتيز. اليوم بدنا ندوقك فاهيتا, ندوقك لبنانيز برجر مثل ما بتحبها مع كولسلو, ومندوقك سكالوب مع توم زيادة. بحب التوم هيك. تمام. مزنغوط, صاري 17 سنة بالمصلحة, بعمل كل شيء صاب وكل شيء برجل وكمان الأكل اللبناني كله تقريبا. بيضلوا تقريبا 8 hours. جاب اللبنانيز برجر على تورونتو, اللحمة, كولسلو, بيكلز, حبيت ريحتها, الخردل, الكاتشب, اللحمة الكتير رقيقة اللي ما فيها إلا لحمة, مع كل عجقتها طيبة, مع كل عجقتها إحساسها سيمبل, والسمسم اللي فوق, الخبز اللي كتير مخمرة منيح وطرية مع قشرة صغيرة من برا, لحمته طيبة كتير, pure good quality beef. وعنده اشياء تانية بيناتهم الدجاج مع جبنة, نزع بيروت, برم كل بيروت, نقل بس ستريت فود اراوند السيتي وجابهم لهون واشتغلهم صح, محل نظيف, الاكلات المكونات عظيمين, الخبزة عظيمة, نوعية الدجاج عظيمة, اللحمة عظيمة, منه خبصة واللقمة طيبة كتير. بعد في نوع خبزة تانية نكهة وطرية. Very good stuff. طلع من الخبزة المخدية. Wow, comforting food. This is comfort food. Good job.